وناخد معانا ام محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا عايزه بالله عليك، انا مش لاقي حد يلحقني. انا معايا واحد متجوزه، واحد صعب في معاملته معانا، بيضربنا وبيهيننا وبيقول لنا كلام ما يتقال. قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه. انا مش عارفه، مش لاقي حد واقف معايا خالص. متجوزه بقالك قد ايه يا ام محمد؟ انا معايا ديني 18 سنه. ما شاء الله، معاكي اولاد يعني؟ ما شاء الله 18 سنه. طيب هو من يوم ما اتجوزتيه هو كده ولا اخر فتره؟ انا مش عارفه، انا مش لاقي حد يساعدني، بيهددني. مالكيش اخ؟ هو ملوش اخ، ملوش كبير ترد عليه؟ كبير، رديت على ناس كتير، ماليش حد، ماليش مأوى، ماليش اي حد خالص. طيب بيصرف عليكي؟ بيصرف عليكي؟ بيديني 20 جنيه 30 جنيه 40 جنيه، ما يقول لي هو ده اللي عندي. عاجبك عاجبك، مش عاجبك مش لاقي حد يساعدني ان انا حتى اخد شقه لوحدي انا وعيالي. طيب يا ابو محمد، هو مش معانا دلوقتي، بس لو جبناه اكيد اكيد برضه هيكون عنده كلام. طيب انت ما فيش حاجه بتعمليها خالص ان هو بيتضايقيه مثلا، بتخرجيه احيانا عن شعوره والكلام ده؟ لا لا، انا بص، انا واحده الحمد لله من بيت اصول، هو اللي مش من بيت اصول بيعامل ولاده اقصى معامله. حاضر يا فندم، حاضر، ربنا يهديه يا رب، شكرا جزيلا. ام محمد كان بتسال، 18 سنه ابنها او بنتها عنده، يعني متجوزها بقى لها حوالي 19 سنه مثلا، جوزها صعب جدا وبيهنها وبيشتمها ومش عارفه تعمل ايه. الحقيقة احنا يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا، فكرة سوء العشرة. تمام. وربنا سبحانه وتعالى قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تمام. اللي مش قادر يعيش في بيت الزوجية بما يرضي الله. أيوة. بقال الله وقال رسول الله وبما يرضي الله في العلاقة ينفصل. تمام. ولا حرج في ذلك. وربنا شرع الطلاق يا جماعة عشان البيوت ترتاح والولاد ينشأوا نشأة طيبة. قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. البعض بياخدها دايما لما أنت بتقول كده، أنت راجل دين وعالم وبتقول قال الله وقال الرسول، يا شيخ عيد بالراحة شوية كده على الناس عشان البيوت ما تتهدمش وبسرعة كده، وخصوصا لما يكون بينهم أولاد. صلى على سيدنا عليه الصلاة والسلام. ربنا قال عن الطلاق إيه؟ أيوة. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. جميل. ما دام عايشين مع بعض 18 سنه مش قادرين نفهم بعض ولا نحب بعض ولا مش عايزين نحب بعض. تمام. عايزين نعيش مع بعض بما يرضي الله بالمعروف بدون إهانة. شوف اللي عليك، ايوه الله يفتح عليك. صحيح. لا ضرب ولا إهانة، لكن انه يضرب فيها وانه يشتمها وانه يهنها قدام عيالها، هذا ليس بشرع وليس بدين. صحيح. ولا يقره دين ولا شريعه دكتور. تمام. فهنا الفراق هو الاولى عشان الولاد دول يتربوا وينشأوا، ما يطلعوش يدمروا الأسر بعد كده ويطلعوا. صحيح. مدمرين نفسيا، هذا مقصدي في الكلام. جميل. نفس الكلام على أم يونس، جوزها مسافر بره في الغربة وبيجي سنة بس، في شهر واحد بس في السنة، وبتقول بدأ يعني يشرب حاجات ممنوعة والكلام ده، وبدأت خلاص يعني جابت آخرها زي ما بنقول. إذا كان الأمر يحتاج إلى العرض على مصحة أو على طبيب وتساعده في العلاج خير وبركة. تمام. يعني أقصد إنها تقف معاه لحد لما يتعالج. جميل. طب رفض قضية العلاج. أيوة. ورفض ان هو يستقيم ورفض ان هو يعيش بالحلال، هي لها الحق ان تطالب. جميل. بالفراق حفظا لكرامتها ولأولادها، عشان الأولاد. بص يا دكتور، من شابه أباه فما ظلم. لما الطفل قال وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده. تمام. أبوه، مش معقول هطلع ألاقي أبويا بيشرب مخدرات وأنا هبقى أمام مسجد. وأحيانا برضه بقول لك يا مولانا يخلق من ظهر العالم فاسد. لا لا، هذا الكلام مش أو تلاقي نبي النهارده سيدنا نوح مثلا ابنه مثلا كان عاصي. صلى على سيدنا نوح، لكنه دعاه إلى هدى. جميل. يعني الأصل في الأب أن يكون إيه؟ قدوة. صالح. الأب يكون قدوة. تمام. مش الولد اللي هيصلح الأب. جميل، ربنا يكرمك.